النادي الاهلي ارتكب اكبر غلطه كنا بنتكلم عليها اذا القدر وضعه في المقدمه بهدف مبكر. ايه هي؟ انه تراجع عن اسلوبه وبدات اللعيبه تسيب لعيبه نادي الزمالك يطلعوا بالكوره. شوفوا يا جماعه، في اي رياضه، في اي رياضه المتاخر دايما بيبقى عنده رده فعل على طول. يعني انت بتبقى خسران على طول عندك رده فعل، انا عايز اجيب التعادل، في رده فعل دي فجائيه، دي بتاخد من 5 ل10 دقائق. لو بنتكلم مثلا على كره القدم بتاخد من 5 ل10 دقائق ان انت بتبقى عايز تعمل رد فعل، تمام كده. النادي الاهلي بدا يتخلى عن اسلوبه اول ما شفنا محمد الشناوي لعب الكوره بيعمل البيلدنج اب، وبقى لعيبه طبعا نادي الزمالك بيضغطوه طول الملعب، فلعيبه النادي الاهلي غلطت في التمرير في الهجمه دي، اول هجمه بيلدنج اب بعد الهدف. لعيبه النادي الاهلي لما غلطوا في الهجمه دي بعديها قرروا ما يبداوش الهجمه، خافوا وتخلوا عن اسلوبهم. بداوا يعملوا ايه بقى؟ محمد الشناوي خلاص كل ما الكره تبقى عنده يعمل ايه؟ اطلعوا يا جماعه انا هلعب الكرات الطوليه، النقطه اللي احنا كنا بنقول ان هي النادي الزمالك كله بيلعبها، فنادي الزمالك حولها للنادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يلعب الكرات العاليه لمين؟ لمروان محسن. مروان محسن بينزل كره، طارق حامد عمل مباراه في السكند بول كانت عظيمه، كل الكرات الثانيه في نص ملعب نادي الزمالك خدها طارق حامد بالدرجه الاولى، وبعديه فرجاني ساسي. النادي الاهلي فشل تماما بعد الهدف في السيطره على نص الملعب، ووضح جدا 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 غياب اليو ديانج، وضح جدا في حته ان الفريق عاجز في لم الكره الثانيه، وكمان فشل تماما في الخروج بالكره من نص ملعب. وبالتالي بدا نادي الزمالك بمرور الوقت ياخد الثقه، وبدا طبعا اسلام جابر يخف الضغط عليه، خلاص نادي الاهلي بيهاجمش لغايه الدقيقه بالظبط. اول ما جت الدقيقه 15 شيكابالا شاط اول كوره على المرمى، بعديها بن شرقي شاط كوره، بعديها زيزو شاط كوره، 3 تسديدات اتسددوا خلال دقيقتين. بدا منهم نادي الزمالك ياخد الثقه وبداوا يستحوذوا على مجريات المباراه تماما، والنادي الاهلي برضه لعيبه النادي الاهلي واضح قوي 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 ان هم عايزين يحافظوا على الهدف باي طريقه كان، ودي كانت الغلطه اللي دخلت نادي الزمالك في مباراه تانيه من النادي الاهلي.